إلى فلسطين، حيث قالت مصادر حقوقية إن محكمة عوفر قضت اليوم الأربعاء على الطفلة الفلسطينية ملاك الخطيب بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل. مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ملاك الخطيب التي تبلغ من العمر 14 عاماً قرب مدرستها في قرية بيتين في رام الله، واستمر اعتقالها لأكثر من 3 أسابيع في سجن هارون. للوقوف على ملابسات الاعتقال، معي المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات دكتور رياض الأشقر. دكتور رياض الأشقر، هل هناك أسباب دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال فتاة فلسطينية تبلغ 14 عاما والحكم عليها بشهرين؟ وأقول هنا أسباب قانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بكل تأكيد اعتقال هذه الفتاة هو غير قانوني كما هو واضح. القانون الدولي لا يسمح بالتجرؤ على اعتقال مثل يعني هؤلاء الأطفال في هذا السن تحديدا أو أقل من هذا السن. الاحتلال برر عملية الاعتقال بأن الطفلة ملاك يعني ألقت الحجارة على سيارات الجيش الإسرائيلي. هذا ادعاء باطل، حيث أن الطفلة كانت تخرج من مدرستها بعد انتهاء يعني امتحاناتها، ويعني كانت في تلك الفترة يعني تشهد الأراضي المحتلة فترة امتحانات لطلاب المدارس. خرجت هذه الطفلة بعد أن أنهت امتحانها فقابلتها دورية للاحتلال وقامت باعتقالها مباشرة. لم يكن هناك أي مواجهات مع الاحتلال، لم يكن هناك أي داعي أو مبرر حقيقي أو قانوني لاعتقال مثل يعني فتاة في مثل هذا السن لا تتجاوز الصف الثامن من عمرها، فقط 14 عاما. هذه سابقا المرة الأولى تحدث فيما يتعلق باعتقال فتاة بهذا السن. هي ليست سابقة فيما يتعلق باعتقال الأطفال الذكور. يعني يوميا الاحتلال يعتقل أطفال فلسطينيين 14 عام وما دون ذلك. دكتور يعني الأشقر، والد الفتاة ملاك قال بأن الحراس الإسرائيليين كبلوا ابنته بالأصفاد في قدميها ويديها عندما جلبوها إلى المحكمة، ومنعوا العائلة من الحديث معها أو حتى لقائها واحتضانها. هل هناك ما يبرر حتى من في معاملات المحاكم الإسرائيلية مثل هذا الشكل من المعاملة التي قام بها حراس السجن لملاك؟ يعني هذا الإجراء لكي تكون الصورة واضحة هو يتبع مع كل من يعتقل لدى قوات الاحتلال بغض النظر عن سن هذا الأسير أو جنس هذا الأسير، سواء كان ذكر أو أنثى، طفل أم كبير. هذا الإجراء بالتقييد الأيدي وتخميض العيون أو وضع كيس على رأس هذا المعتقل هو إجراء يعني دائم تتبعه سلطات الاحتلال. هو ليس إجراء قانوني. القانون يعني ينص على حسن معاملة الأسير واتخاذ كل التدابير اللازمة لحفظ كرامته ويعني وحفظ حقوقه كإنسان بغض النظر عن جنسية هذا الإنسان أو سن هذا الإنسان. ولكن هذا محتل مجرم يعني يدوس على كل القوانين ويدوس على كل الاتفاقيات ويضرب. ابقى معي دكتور رياض الأشقر في الموضوع الفلسطيني. أيضا قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم 362 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من زيارات ذويهم. ووفقا للمركز، فإن سلطات الاحتلال تمنع الزيارات لأشهر ولسنوات لأسباب غير مقبولة وتتذرع بحجج واهية، ولا تسمح أسبوعيا إلا لعدد محدود من ذوي وأهالي الأسرى بزيارة أبنائهم. ويذكر أن حوالي 7000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 500 أسير من قطاع غزة وفقا لإحصائيات وزارة الأسرى الفلسطينية. إذن مرة أخرى أعود للمدير الإعلامي لمركز فلسطين أسرى فلسطين للدراسات دكتور رياض الأشقر. دكتور رياض الأشقر، المعلومات التي أوردتموها عن المعاملة اللا إنسانية التي تعامل بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين، وخاصة حرمان هؤلاء من زيارة ذويهم، هل قمتم بإحصائيات لمعرفة نسبة فعلا من يمنع ويحرم من زيارة ذويهم ممن يسمح له الزيارة؟
نعم، يعني لدينا حوالي 5% من تعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محرومين من الزيارة بشكل كامل منذ اعتقالهم قبل سنوات، محرومين من الزيارة بشكل كامل بالحجج الأمنية الواهية التي تتضرر بها سلطات الاحتلال بشكل دائم. عدا عن ذلك هناك يعني لا نبالغ إن قلنا هناك مئات من الأسرى محرومين من الزيارة كعقاب لهم يعني على سلوك يعني نفذوه داخل وهم متواجدون في سجون الاحتلال، وهو قد يكون سلوك اعتيادي يمارسه الأسير بشكل يومي، ولكن هو لا يرضي سلطات الاحتلال فهي تقوم بعقابه لحرمانه من الزيارة وتحدد له هذا العقاب بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك. هل هناك وسائل قانونية دكتور الأشقر لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاج هذا العقاب اللا إنساني للأسرى؟ يعني كما ذكرت بداية حديثي، هذا محتل يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ليس هناك رادع لهذا المحتل لكي يعني يلتزم بنصوص القوانين الدولية التي تسمح للأسير بالزيارة بشكل متواتر وبشكل دائم. يعني المحتل يتعامل مع هذا الأمر بشكل مزاجي، لا ينظر إلى الاتفاقيات ولا ينظر إلى القوانين ولا ينظر إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأمم المتحدة، هو فقط يتعامل مما يرضي غروره بما يتوافق مع هواه وما يتوافق مع إجراءاته الأمنية التي يقول بأنه يعني يفرضها من أجل يعني حماية كيانه المزعوم. ولكن دكتور رياض الأشقر، أنت تعلم بأن السلطة الفلسطينية الآن وقعت على العشرات من المواثيق الدولية، هل من بين هذه المواثيق ما يمكن أن يستخدم كأداة ضغط في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من الاستمرار في هذه السياسة اللا إنسانية مع الأسرى؟ يعني أخي الكريم، يعني عندما يعني فرضت الأمم المتحدة يعني التحقيق في الحرب الدامية التي خاضها الاحتلال ضد قطاع غزة قبل عدة أشهر وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 من مواطنين قطاع غزة، يعني هذا المحتل اعتبر المحكمة الجنائية يعني ليست ذات صلة، يعني كيف سيلتزم باتفاقية هنا أو اتفاقية هناك سواء وقعت عليها السلطة أو انضمت إليها السلطة الفلسطينية وهي أضعف من أن تفرض على هذا المحتل شروطها أو تفرض عليه الالتزام بالمواثيق الإنسانية والمواثيق الدولية. ممكن إذا توفرت النية الحقيقية للسلطة الفلسطينية بانضمامها إلى هذه المنظمات يعني أن ترفع دعاوى على هذا المحتل وأن تؤثر على موقفه الدولي وأن تحاول أن تزعزع الصورة النمطية التي يحاول الاحتلال أن يبرزها لنفسه بأنه يلتزم بالاتفاقيات ويلتزم بمبادئ حقوق الإنسان. هذا من الممكن أن يحدث، ولكن تغيير جوهري أشك في بأن هذا المحتل ممكن أن يكون هناك تغيير جوهري على سياسته وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى سواء كان في موضوع الزيارة أو الاعتقالات أو موضوع الإهمال الطبي أو الاعتقال الإداري أو غيرها من القضايا التي يعاني منها الأسرى. أشكرك. بشكل مستمر والتي في مجملها تخالف القانون الدولي الإنساني. أشكرك شكرا جزيلا، المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات دكتور رياض الأشقر.